معنا في آخر ما يحدث. إليك الصوت والصورة. نعم تستمر عمليات الإنقاذ هنا في مبنى الأطباء في شارع الغزلات الجنوبي، ويتم الآن إنقاذ أحد الضحايا، ومعي رئيس فرق الإنقاذ الروسية للحديث أكثر عن تفاصيل عملية الإنقاذ. يعطيكم العافية. всех спасательных команд и расскажет вам подробности данной операции. На этом объекте работают российские спасатели уже третий день. Итоги работы следующие. По состоянию на сегодняшний момент нами извлечено 16 тел погибших, а также в первый день работ спасен молодой парень, который передан медицинским работникам и сейчас проходит лечение. يعني يشتغل هناك الفريق الإنقاذ الروسي منذ 3 أيام، ونتائج الشغل هي التالية. يعني تم الإنقاذ 16 جثة ضحايا، وفي أول يوم من العملية تم الإنقاذ شخص واحد عايش، وفي منذ شوي تكمل الإنقاذ اكتشفت جثة ضحية كمان. هل تختلف عمليات الإنقاذ بعد مرور هذه الأيام على كارثة الزلزال؟ هل تختلف آلية الإنقاذ؟ هل هناك يعني خطوات معينة تختلف بعد أن مرت كل هذه الأيام وبعد أن انهارت أجزاء من المباني؟ اتزمنيلس لي каким-либо образом процесс ведения операции с первого дня претерпели ли какие-то изменения? Процесс организован следующим образом. Вначале у нас работают собаки, которые предназначены для поиска живых людей. Вот, они обследуют завалы, там места, которые они обозначаются, мы обращаем на это самое особое внимание. Пытаемся оперативно завалы эти разбивать и по возможности доставать живых людей. Но, к сожалению, характер завалов показывает на то, что вероятность поиска и нахождения живых людей крайне мало. Поэтому продолжаем работать. Будут живые, будем доставать живых. К сожалению, если будут погибшие, будем доставать тела погибших. يعني آلة الإنقاذ تقريبا نفسها، يعني أولا يعني تروحوا للمكان الطاقم ما كله، يعني بيشوفوا المكان وبيكتشفوا إذا في ناس، وللأسف يعني في وقت راهن نشيلوا بس الضحايا، ولكن في بكل الاحوال نحن نستمر في عمليه الانقاذ، واذا نفس هي شخص حي راح نشيلوه، واذا جثث راح نشيلوه كمان. يعطيكم الف عافيه. دزبوخون زدروي. نعم يعني كما نتابع بعدسة الزميل بشار قزق، هناك عملية إنقاذ لأحد الضحايا تتم الآن من مبنى الأطباء، وهو الضحية الثانية لهذا الصباح منذ عمليات الصباح الباكر. تتابع فرق الإنقاذ عملها لإنقاذ من تبقى من الضحايا. طبعا تعازينا القلبية والرحمة لأرواح ضحايا هذه الفاجعة المؤلمة، ولكن العملية صعبة جدا يعني كما نرى، لأن الدمار أو حجم الدمار كبير جدا والوضع مؤلم بكل معنى الكلمة. بدي أشكرك ديما كناني من مدينة جبلة، وشكرا لك ولفريق السورية لجهودكم المبذولة، ونعود إليك في حال أي حدث طارئ. كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، شكرا للمتابعة.